طبعا انتم تشوفوا الاستعدادات لاحياء الذكرى السادسه لثوره 17 فبراير المباركه، وكشركه هذا عمل يومي، ولكن كتفنا من العمل باش نحسس الناس بهالمناسبه هذه، وواجبنا ان نظهر الزينه والجمال داخل مدينه طرابلس. طبعا قمنا بغرس الاحواض اللي موجوده في ساحه الشهداء بالنباتات والمسطحات الخضراء، قمنا بتوبير النخيل حوالي يمكن 3000 نخله، قمنا بتوبيرها في فتره خلال شهرين.